شذا مقبل من كفر حتى الجنوب ونضال جبر من بوارج البقاع من الطائفة السنية الكريمة. عينا ابنهم ياسين من خلل بالأوتار العصبية بإجراه من لحظة ولادته من 14 سنة. بحسب رأي الطبيب من الممكن بعد إجراء عمليات وعلاجات يتخفف من حدة الوضع دون شفاء كامل. شذا الأم طلبت من كل قلب الرحمة الإلهية فحلمت بمار شربل يلي قال لها بآخر الحلم أنه تم شفاء ابنه. خلونا نترافق سوا برحلة إلى عالم شذا وعيلتها ونسمع منهم القصة. هالشفاء تسجل بمزار القديس شربل بدير مارون عنايا بلبنان بتاريخ 4 نيسان 2016. أنا مواليد السعودية، لقيت هناك وتعلمت هناك لعمر 12 سنة تقريبا، وجينا على لبنان، استقرينا نهائيا بلبنان، وكفيت طفولتي بلبنان ومراهقتي لوقت ما التقيت بزوجي اللي هلأ وصار زوجي. قبل ما التقى بزوجي إذا بدي أحكي عن علاقتي بالله، كانت علاقة طبيعية عادية، يعني إنسان بيأدي واجباته الدينية إن كان بيصوم أو بيصلي أو اعتقاده بدينه. بس كان عندي حاسة زيادة إنه بحس إنه أنا إنسان مدلل عند الله، ما بعرف ليه بحس هيدا الشيء، يعني بطلب من الله الأشياء الأكيد البسيطة وبحس إنه الله بيلبيني، يعني ولا مرة خزلني. فكنت حس إنه أنا كتير مدللة، وكنت حس إنه أنا مقصرة فلازم أعمل بعد شيء زيادة كرمال الله كمان يرضى عني. كنت حب كتير إني أتحجب بس ما كانت الظروف مناسبة لأني أتحجب. بعد ما ارتبطت بزوجي نضال كمان ما كان عنده هيدي المشكلة إنه أنا أتحجب، بس كنا تركينا بحملة أول حمل بياسين. ثاقبت إنه شاهدة مسلسل لمريم المقدسة عن ستنا مريم، كتير تأثرت فيها، يعني لدرجة إنه كنت لما أحضر المسلسل اندمج معها، إنه ابكي لما هي تبكي، انبسط لما هي تضحك، حس بعذابها، حس بقديه هي تألمت، قديه هي ضحت، قديه كانت إنسانة عفيفة، قديه كانت إنسانة مؤمنة وبنفس الوقت قوية. فكل هول الصفات شدوني لإلها وصرت حس إنه هي مثل كأنها أم لإلي، يعني كانت أحكيها هيك بيني وبين، يعني بيني وبين حالي، إذا ضايقت إذا زعلت هيك حس إنه هي قريبة مني بس ما بعرف كيف. بعد ما أنجبت أول ولد ياسين، أول فرحة لإلنا، نحن وبالمستشفى خبروني إنه ابنك عنده مشكلة بسيطة بإجره، إنه ما اهتمينا بس ما فرجوني بالمستشفى شو مشكلته. من بعد منا جينا على البيت عم مبسوطين فيه عم نغير له، هيك انصدمنا بشكل إجره. ياسين كان عنده بالإجرتين الأوتار قصيرة، فإجره كانوا لفين لجوا وطالعين هيك لبرا، حتى الأصابع كانوا فوق بعضهم. أكيد إنه كانت وهلة، مثل ما بيقولوا فرحة، كانت قديش كانت كبيرة أول ما إجانا ياسين أول صبي أول فرحة، قديش كانت الصدمة كبيرة وقت طلعنا على البيت وشفناه بهي الحالة. أنا دقت الدنيا بوجهي للصراحة، يعني يومتها أنا بفرق شوي عن شذا إنه إيماني ضعيف، أضعف من إيمان شذا بكتير، فسكرت الدنيا بوجهي، سودت، كنت ضايع ما عارف كيف شو بدي أعمل، وين اللجوء. خلص صرت شفت أنا ابني عنده مشكلة، صرت أتخيل ابني بعمر كبير بهيدي المشكلة الحالية اللي عنده، كيف بده يمشي، كيف المجتمع بده ينظر له، كيف بده شو بده يتعلم، شو بده يتوظف. كل هالأمور اجت بلحظات كلها براسي، فكانت صدمة كبيرة مانا صغيرة. فصرنا بدنا نفتش على دكتور كرمال يتابعه. فتشنا لوصلنا لدكتور عصمت غانم بأوتيل ديو، رحنا لعنده
هلا هو طمنا ما خوفنا، بس بنفس الوقت قالنا انه هو تعد درجة المشكلة بإجري يعني منا هينة، شيء صعب. فقلنا القصة بدها تاخد وقت طويل، بدنا نحط جبار. أول شيء بدنا نبلش بعلاج الجبار. كان الجبار هو عبارة عن أسبوعين نرجع مننزل لعنده على بيروت بفك بيرجع جبار تاني. قلنا دكتور عصمت غانم أقل شيء بدنا 8 جبارات لحتى هو الأوتار يرخوا، وإذا ما رخوا في احتمال نعمل عملية. أنا للصراحة يومتها ما كنتش مآمن أنه ممكن نستفيد بهالسرعة هيدي. كنت قايل بدنا نعاني كتير لدرجة أنا كفرت أول ما شفته مجفصا كفرت. يومتها أمي الوالدة وبختني قالت لي قول الحمد لله شو ما كانت مصيبتك روح وشوف مصيبة غيرك بتهون عليك مصيبتك. فكنت كتير متضايق، ومن هون أنا قلت لك أنا إيماني أضعف من شذا بكتير بهالموضوع هيدا. كان رحنا كفينا بس بتاني جبار صرنا برقم 2. شفت بنومي أنه أنا كنت مع كنت خاله لزوجي موجود معي اسمه الياس، ومعانا شخص أنا فكرته راهب لابس أسود لابس على راسه هيدي البرنايطة بيطلع على الأرض ما بيعلي راسه وإله دقن بيضة. كان بالبنومة وقت شفته البرنايطة تعيته بتيجي هيك مروسة لقدام وكل وقته عم يطلع على الأرض ومالي بدون ما يحكي بالومة، يعني فهمت عليه أنه نمشي وراء. لما مشينا وراء كنا عم نمشي على طريق وعرة، يعني كله صخر كله هيك عشب طالع من بين الصخر. فمشينا وراء طلعنا وراء الطريق كانت تطلع، طلعنا وراء وأخذنا على أنا فكرت إنه بيته. فتنا عليه ببيته في عنده فوتني على أوضته أنا وابني ياسين. عنده تخت كان من فوق لتحت بيجي مايل شرشف عليه أسود وطالع منه عمودين خشب. كمان نفس الشيء قال لي إنه مش بالحكي ومالي إنه يطلع حط ياسين ابني. حطيت ياسين وقال لي إنه يتهدى بالعمودين، تهدى فيهم طلع برقتين بالسماء. لما طلعوا هول برقتين بالسماء قال لي ابنك شفي. قال لي ابنك شفي. من بعد منا ومالي انه انا اطلع، طلعت نفس الشيء طلع مني برقه بالسماء وقال لي انت شفيتي. من بعد منا فقت من نومي ما يعني مبسوطه بنفس الوقت انه مستغربه انه راهب انه انا ما طلبت منه ما دعيت ما قلت انه حدا انه يشفي لي ابني، كنت ادعي يا رب يا رب تشفي لي ابني. حكيت قدام يعني قرايبيني وهيك قالوا لي يمكن هيدا راهب، يعني ما عرفنا مين هو. رحنا من بعد منا على المستشفى ليفك الجبار. لما فك الدكتور الجبار فحصلوا إجري لياسين قالنا إنه صاير معكم شيء غريب إنه ابنك إجري بطلوا مشدودين إنه ما بقى بده علاج جبار خلص. هلأ مننتقل لمرحلة تانية هي علاج فيزيائي وبيلبس جهاز بإجري. كتير انبسطنا إنه خلص خلصنا، بس أنا ما ربطت بوقتها إنه معقول يكون هيدا الإنسان هو كان له دور بشفاء ابني، يعني ما خطرت على بالي. تقريباً بعد شهر من علاج يعني بقي الجبار مرتين، يعني شهر فترة الجبار، ياسين شفي كلياً من بالأوتار تعو الإجري رخيو بعد الحلم. من بعد منا لبس ياسين جهاز بإجري كان يلبسه بالليل كرمال يحافظ على هيدا التحسن اللي صار عنده. العلاج الفيزيائي رحنا عند معالجة فيزيائية أكيد من بعد وصفة الدكتور علمتني كيف أعمل له أنا العلاج. صرت أنا كل يوم واظب على هيدا العلاج. يمكن ما أخذت معنا القصة شي 3-4 أشهر ياسين إجري رجعوا طبيعي. هلأ أنا بقلك الأصابيع الإجرين بقيوا شوي هيك فوق بعضهم، بقي لبعد عمر شي 2 أو 3 سنين لحتى رجلج على المشي
رجعوا أصابيع إجري تقريبا ما فيهم أي مشكلة. ياسين من بعدها ما بيعاني ولا من أي مشكلة بالمشي أو بالركض، بالعكس يعني بيلعب بكل، بيمارس كل الرياضات وهيك بكل سهولة. من 2004 وقتها شفت هيدا الحلم وياسين شفي، وما قدرت أربط بين الحلم واللي صار مع ياسين. خلال عملي زملاء لإلي مسيحية هني خبروني وقتها، أنا حكيتهم يعني وشفت صورة مار شربل، قلت لهم هيدا شفته بنومي، هو اللي شفته بنومي وقتها ابني شفي. قالوا لي هيدا مار شربل. فطلعنا أنا وزملائي بالألفين وتقريباً بالألفين وستعش، طلعت أنا وزملائي بزيارة على المحبسة وعلى الدير بعناية، وشفنا أبونا وحكينا له القصة وهيك. أنا بوقتها كان عندي اليقين التام أنه أنا اللي شفته بنومي هو بذاته مار شربل، وهي بذاتها الطريق اللي أنا شفتها بنومي هي بذاتها. يعني أنا وعم بمشي على الأرض أنا عم بتذكر المنام لحظة بلحظة، يعني كأنه أنا زرته بس بروحي، يعني أنا وابني وطلعنا على المحبس بعناية بوقتها، بس هي ذات التفاصيل. هلأ أكيد مش هي ذات الأوضة وهيك، بس هي ذاته الشعور اللي أنا حسيته أنا وطالع على عنده وقت زرناه وقت على المحبسة. أنا بصراحة بالمجمل بالأمور الدينية أنا لا أؤمن بهالتفاصيل هيدي، ولكن بعد اللي صار يعني ما عاش فيك ما تؤمني. شغلي صارت معك ببيتك مش مع حدا مقرب أو حضرتيه على تيفي معين، صارت معك. يعني بتصور من الغباء ساعات الإنسان يبطل لا يؤمن، صار دليل واضح قدامك وقاطع، ما عاش فيك تقولي مش معقولة ومش مظبوطة، أو سمعت من فلان وفلان عم يمكن كذب أو يمكن ما حكي صح. شغلي لمسناها لمس اليد. أنا بعترف أنه اللي صار شيء رائع ومعجزة بشفاعة مار شربل، وما بغوص أكتر من هيك. يعني بقول كتر خير الله الحمد لله، يمكن لأنه ما عندي خلفية دينية لا إسلامية ولا مسيحية ولا أي ديانة كانت. أنا أؤمن بالله فقط لا غير، وملاقي إيماني هيك مريحني، لأنه إذا بدي انتسب لدين معين محدد بدي أختلف مع الآخر، وبالتالي مش هيدي الحياة اللي بدي إياها. أنا بدي العيش بسلام براحة نفسية وطمأنينة، حب كل العالم، كل العالم تحبني، تحاسبني على عملي مش على معتقدي، وحاسب الناس على أعمالها مش على معتقداتها أبدا. يكفيني أني بعرف الله، كمان بعرف الله على طريقتي أنا، يمكن الآخر يكفرني بس أنا مرتاح ومسجم مع حالي هيك. بعد منا بشي هيدي الحادثة بشي 8 أشهر تقريبا، كنت أنا ما كنت يعني ما عاملين أي ربط بين المنام اللي أنا شفته وبين الشي اللي صار مع ابني. شفت العذراء مجسمة بتقريبا هالقد بكل جسمها، كأنها مثل طيف بيبرق، كله بيبرق برق لونه أزرق. كان زوجي معي بالبيت، فيقته شفتها بالواقع، هيدي منا منام ولا رؤية، إنه قدام عيني. كان زوجي نايم فاق شافها معي، لحتى صدقت إنه أنا ما عم بتخيل، إنه أنا عم شوف شيء حقيقي. كمان إنه استغربنا شو هاي وليه وكيف، بس كل شيء توصلنا له حسينا هو بسعادة، حسينا بأمان، حسينا بفرح، وحسينا إنه هيدي هي العذراء. المشهد لا يوصف بجماله، شيء رائع، إن كان من حيث تفاصيل التوب اللي لبسته، اللون البريء. كانت بوضعية هيك الفاتحة إيديها وراسها ميل شوي، التوب لون مش نيلي، أزرق سماوي رائع رائع، كأنه شقفة قماش يعني، وعم بيبرق برق كله سوا بشكل مريح للنفسية. يعني احنا اطلعنا فيها صرنا نتمنى انه ما تروح، انه تضلها هيك. لو بقيت لوحة، هي لوحة رائعة
والملفت كان انه وجهه كان عليه سماكي بيضة يعني ظاهرة. قلت له يوم انت لاقي كيف جاي نقطة الدهان مطرح الوجه بعدني انا مش مؤمن باللي عم شوفه. قالت لي طيب كيف اجت؟ قلت له انا بتصور من البخار تبع الحمام. قالت لي طيب اذا بخار ليش بده يتكون هذا الشكل؟ قلت له ما بعرف يمكن من خيال من الطاقة. سكرت الطاقة، طفيت الضوء، ضويت الضوء، بعده هو ذاته المشهد. قربت انا على الحائط لشوف انه شو هو هذا اللي قدامي. قربت جنابي لقيتها هي مش لازقه على الحائط، هي بعيده عن الحائط تقريبا بتقولي شي سنتيمتر، يعني منا شي لازق، هي طالعه من الحائط. يومتها بكل صراحه بقول لك مثل ربك حط السكينه، وضع السكينه بقلوبنا، ما خفنا، كنا مبسوطين كتير. وياسين كان بعده خلقان جديد، مجهزين نحن الكاميرا، جبت الكاميرا وصورتها دقيقة مش أكتر، لأنه ما كنت أخذ لها أبعادها أو ربنا رد لي هيك لحتى ما ننقز ونهرب أو ننقز نخاف أو شيء. صورناها وكفينا عادي، أنا فت نمت رجعت وهي كفت حمامة. بالليل طلعنا على مصر عم بيت جدي عم تحدث هيك، قلت لهم لك يا عمي اليوم ظهرت على شازا العذراء، بتعرفي انت لك شو عليك بعد تظهر العذراء؟ بيعرفوا انا معتقدي كيف. قال على شازا نص مصيبه بس عليك انت مش معقول. معقول مش معقول، جبنا لهم الفيديو وتحطينا الفيديو اللافت للنظر، ما عطانا الدقه اللي نحن شفناها بالعين المجرده، ان كان من لون التوب ولا تطعيجاته، عطى شويه البريء والوضعيه اكيد الكامله واضحة مثل ما هي، بس فرق لون التوب لدرجة بتحسيها انه كانت نوعا ما قاسية مش مريحة مثل ما نحن شفناها. بس عرضت الفيديو صار الكل يبكي. ساعتها حسيت انه هذا شيء عظيم انا صاير عندي مش منتبه له، يعني ما حسيته. الملفت للنظر كان انه بوقت الظهور هو بيصادف تاريخ ميلاد زوجتي اللي هو 3/10 84 لنا عمره معلم مزوج مباسر. وبتصور كان في شيء بيتعلق بمريم الورديه، ما بعرف اسبوع الورديه او بيقولوا شيء هيك، بتصور هالشيء. وبتاسف لهلا اني انا ما صورت اكثر من الوقت الضيق هذا الدقيقه، يعني انا لو بترجع هلا معي ما بطفيش الكاميرا عليها. الفتره الزمنيه تبعها هي شفتها أنا ورجعت شازا ضلت مراقبتها بتفاصيلها، ضلت شي نص ساعة تقريبا. أنا بوقتها ما عرفت شو هي الرسالة اللي بدي إياها مني، بس كل ما هنالك هي رغبتي كانت إنه أنا بحب أتحجب مثل ما هي إنه لابسي حجاب وإنه مسترة. فقلت أنا إنه يمكن هي بدها هيك مني، تحجبت وبقيت مرافقتني، بس صارت أقوى وأكتر، صرت حس أنه أنا إنسان مميز. ليه؟ ما بعرف، بس أنا إنسان كتير قريب من الله، أنه أنا إنسان مميز بعلاقتي معه. كرمال هيك كفاني بظهور العذراء وبمار شارب اللي اكتشفته بعدين أنه هيدا هو. كنت حس أنه أنا قريبة منها لأنه بحس أنه مثل ما هي يعني عندها هيدا الإيمان القوي بالله، بحس انه انا عندي هيدا الايمان القوي بالله، الايمان المطلق شو ما كانت يعني كاديان، هيدا الايمان الخالص هيدا كنت لاقيه مشترك. يعني قوتها وصبرها على الوجع وصبرها على العذاب، هيدا اللي كنت كتير حسه قريب منها. يعني كانت حتى خلال ولادتي انه عادة الالم اللي بتحس فيه المرأة خلال الولادة انه بتستعين او بتستنجد بحداً لحتى تحس بهيدي القوة، أنه أنا كنت أقول يا رب مثل ما ساعدتها للعذراء بولادتها أنه تهون علي. فكنت كتير حس أنه بهيدا يعني أدعي لها أنه أطلب أنه بشفاعتها، أنه هي كمان يعني تعد هي سيدة نساء العالمين حتى عنا كقرآن كريم، فكان إلى هيدي المنزلة عندي على قلبي. وهيدا التميز كنت حسه لأنه من بعد ما صار هيدا التواصل أنه شفتها أنه حسيت أنه هي عم تحس فيه. ما في تغيرات يعني بحياتنا أكتر ما هي تغيرات الإنسان بيصير بيطرح على حاله أسئلة أكتر.
بصير يفكر أكتر إنه ليه عم بيصير معي هيك؟ ليه أنا مثلاً مش غيري؟ أو ليه غيري بس عددهم قليل؟ هيدا النمط يعني من التفكير بيوصل إنه وصلني لحتى حس إنه أنا عندي هيدا الإيمان اللي فيه انفتاح أكتر، اللي هو فيه إنه نحنا كأديان كلنا عايشين مع بعضنا، كلنا عم نوصل لنفس الطريق، يعني بغض النظر شو ما كان الدين كلنا عم نوصل على نفس المحل يلي هو عبادة الله. هيدي طريقة التفكير، يمكن هيدي نعمة اللي الله عطاني إياها تفكرها، وهيدا السلام اللي جواته الإنسان حس فيه إنه هيدا الإيمان والسلام والاطمئنان الروحي، بتحسي إنه أنت عايشة مع هيدا المحيط كله هيك بانسجام، يعني بتروح من نفسه للإنسان هيدا التمايز أو الفروقات عن غيره، فبتحسي حالك مندمجي مع كل محيطك. هيدي كأنا كصعيد شخصي، يعني بتحسي إنه كلنا كإيمان كانطلاق ديني كلنا منجتمع لحتى نوصل على طريق وحدة لعند الله. هيدي هي يمكن اللي فرقت بكل حياتي، إنه طريقة تفكيري. هلأ الحدث، أنا بشكر الله كل ساعة على الحدث اللي صار، أما من ناحية الدينية مثلا تعلقي بالدين أكتر أو بالله أكتر ما فرقت. ليش؟ لأنه أنا من الأساس فهمين الله هيك، يعني ما كنتش أنا بعيد عن الله لحتى عمل لي هالشغلة وقربت منه بعد منه، بل بالعكس زدت إيمان أكتر وأكتر وأكتر أنه في شيء صعب على ربنا، عبر القديسين، عبر الناس الأولياء اللي له الصالحين، إن كان من أئمة عند بعض الطوائف أو إن كان رجال صالحين عند بعض الطوائف الأخرى أو قديسين عند بعض الطوائف كمان. فمعتقدي بعده هو ذاته، لأنه أنا بالأساس منيش ملحد ولا ناكر لوجود الله ولا فضله. طيب لما كنت تخبري أصحابك اللي هنا مش مسيحية عن أنه حلمت هيك وصح ابنك، شو كانت ردات الفعل؟ هي قبل ما يصير هيدي ردات الفعل على العجيب اللي صارت معي، صار عندنا كمان ردات فعل على الفيديو اللي صورناه أنا وزوجي اللي وقتها شفت العذراء. صار فيه أكتر من رأي، صار فيه أكتر من يعني هيك تضارب بالأفكار، شي يقول هيدي يمكن فاطمة، إنه سيدة فاطمة هي اللي ظهرت وقتها، ظهرت بفاطمة إنه كدينياً عم نحكي، شي يقول إنه هيدي لا هي العذراء ولح ترجع تظهر مرة تانية. فكان في كتير آراء حواليها، يعني وأكيد مثل ما قلتي إنه كل رأي بينصب حسب من وين جاي، من أي توجه ديني. أنا بهيدي الفترة قررت إنه ما عدت أحكي بالموضوع، يمكن كرمال هيك بقيت فترة طويلة لاكتشفت إنه اللي صار مع ابني بشفاعة مار شربل، إنه ابني شفي. في منهم كتير تقبلوها، بالعكس في كتير من محيطنا بيطلعوا بيزوروا مار شربل، بيزوروه كمان إيمانياً، وإنه طلب لحتى إما شفاء مريض أو أي طلب هني صعوبة مارقين فيها. في منهم كمان قالوا يمكن لا، إنه يمكن مش مزبوط. حتى بدي أحكي مش بس من محيطي، من محيط تاني، إنه معقولة أنت محجبة ومسلمة، معقولة أنت كمان إنه ليش أنت؟ إنه ليه أنت مسلمة وشفتي مار شربل؟ هيدي كلها إلى حكمة من الله، حكمة إنه الله هو واحد، لكل مهم الإيمان لكل الأديان. ومار شربل أنا ما طلبت منه ولا سألته ولا كان أصلاً خاطر، إنه بعرف إنه في مار شربل بوقتها. هيدا الشيء يعني بحب ضلني أحكي فيه هلأ، كرمال العالم تآمن إنه كلنا ماشيين بطريق واحدة. كل ما بتسنح الفرصة منطلع لزيارة مار شربل، بطلع أنا وولادي منزوره، أكيد بهيدا الشعور الروحاني اللي منحسه هناك، بتحسي هيك مثل جبل هم وراح عنك. هيدي الروحانية كلها بمكان وجوده، حتى بالطبيعة بتحسي كلها منسجمة مع بعضها لتحسي إنه أنت هيك طايرة. هيدي الشعور الراحة النفسية، بتحسي إنه غسلتي حالك من هيدي الهموم.
دايما بحب زوره على طول ولبعدين كمان بحب زوره شو ما كان، بس بطلب او بدون طلب، يعني بقول الله قدر فيه والله شو في هموم بشفاعتهم اكيد بتزول عني بدون ما اطلب، لانه عارفه انه الله اخبر فينا وشو بنوايانا. انا طلبت من الله يعني مثل اي انسان ما بيتحمل يشوف اشياء غريبه قدامه، يعني يصير معه شيء منه واقعي، فطلبت من الله يا رب اي شيء ظهور او اي اشاره تكون بنومه. شفت رجعت مار شربل بنومه، شفته تقريبا من شي سنه تقريبا، شفته عم حلمت انه انا لابسه بايدي ساعه وقعت وانكسرت مني، عم لبسني بايدي 4 ساعات، من فرحتي صرت بدي خبر الناس حوالي انه شو صار معي، لما الناس يلتفتوا يشوفوا يختفوا من ايدي، بس لما ارجع لحالي لقيهم موجودين بايدي. هلا انا ما بعرف شو يكون لها تفسير شو يكون لها شرح، بس كل ما هنالك انه في اشارات. يعني كمان رجعت شفت يعني سمعت صوت ترنيمي او صوتها للعذراء كمان عم بترنم بجمعه الالام وقتها صلب المسيح، شفتها يعني حسيت بزعلها. انت ونايمه؟ انا ونايمه، هول كلهم يعني كما نمات. كمان رجعت شفت المسيح تقريبا من شي 3-4 اشهر هيك، شفته بتوبه هيك كانه مخمل لون الاحمر والزيتي، وتحت منه ناس مثل كانه تحته هيك، ومالي على السما، دلني انه كتب هيك بالسما انه هيدي سنه الرجم. كمان شو معناتها ما بعرف، كاشارات ما عندي يعني. هلا انا بطلت فكر كتير بالموضوع، لانه مثل ما عم بتقولي كمحيط وكاراء وكافكار بتحسي انه متعبه للانسان، فقررت انه هولي اشياء فكرها بيني وبين حالي، كيف ما بتجي الاجابات بعدين الله بيسرها. يعني كايمانيا هيدا الشموليه بالايمانيه انه كان اسلام او مسيحيه، هيدا الشيء كمان تعزز عندي اكثر واكثر، انه كمان لما ايمانيا لنقول مثلا كاهل البيت انا كمان شفتهم بنومي، بس ما اكيد ما شفت وجههم، شفتهم يعني عم بيصلوا. كمان هيدا الشيء بالحقيقه بيعزز الفكره انه هيدا الشعور الايماني اللي فيه توحد بالاديان انه شيء كتير حلو، شيء كتير هيك مريح للنفس، بتحسي قد ايه انت عندك هيدا الصفاء وقد ايه انت بعيده عن هيدا التحيز او العصبيه. هيدي العصبيه هي اللي بتخلي الانسان هيك شوي مشوه من جوا وبتبعده عن الله، فهيدا التوحد بين المعتقدات هو اللي بيخلي الانسان يكون كتير مرتاح مع حاله. اختلاف الطرق منا هي المشكله، بس على طول نحنا نفتش عن الله، يعني ما نقول انه الله بعيد عننا وما عم بيفرجيني شيء انه خلص انا ببعد، لا، دايما نفتش ونبحث، دايما نقول الله حدنا الله معنا، لانه باشارات نحن ما بنكون منتبهين لها، بيعطينا هيدي الاشارات، بيلمح لنا بوجوده باشياء كتير بسيطه، باشياء كتير انه الانسان اذا قرر انه يعتبر منا بلاقيها قد هي عظيمه بحياته. كيف قررتوا انه تسجلوا العجيبه بالدار؟ لأنه صارت العجيبة وكان مرق عليها زمن. سجلتها لأنه هيدي مسؤولية، يعني هيدي عطية من الله، الله عطانا إياها، ما في يعني هيدي مثل خيانة بحسها أو نكران أو جحود، أنك أنت الله نعمة عطانا إياها ما أحكي فيها، وأما بنعمة ربك فحدث، يعني أي شيء الله بينعمه علينا لازم نحكي فيه لحتى الناس كلها تشوف، لحتى كل الناس تؤمن، اللي صارت معه واللي ما صارت معه يشوفوا ويسمعوا. عن المستقبل يمكن لح أفكر أنه أتعمق أكثر كديانات، أنه أبحث بهيدي الديانات شو هو الأشياء المشتركة بيناتها، وبحب أحكي فيها قدام الناس كلها كرمال الناس تبعد عن الاختلاف، تتطلع بأوجه الشبه. يعني أنا عندي كقدوة هو كالسيد محمد حسين فضل الله،
سيد محمد حسين هو اللي كان بيدعي لهيدا التوحد بين الأديان بغض النظر عن الاختلاف بيناتها، إلا أنه هي منفتش لحتى نوصل يعني لالله، لجوهر الله. هذا هيدي اللي انا عم فكر لبعدين ضلني ابحث عنه. قلتي لي بلشت تقرأ بالانجيل؟ بلشت اقرا بانجيل، ايه بلشت بانجيل متى، لحتى عن جد بتلاقي اشياء كتير حلوه واشياء كتير مشتركه. يعني بتقولي فعلا قد ايه هو في تشابه بين الانبياء وبين المسيح وبين كل الرجال الصالحين اللي مرقوا.